الدراما السنة دي الحقيقة الخريطة الدراما الرمضانية فيها دعم واضح جدا زي ما شفنا للبطولات النسائية، وده شيء حقيقي يحسب للدراما الرمضانية. ودراما بقت بشكل عام يعني بقى فيه البطلة، يعني مش كل الأعمال ذكورية الموضوعات يعني. طيب في 6 أعمال ده من غير تسليط الضوء على قضايا المرأة، لكن بتشهد الدراما السنة دي الحقيقة عودة فنانات. فين بقى؟ كوميديا، نجمات بترجع للشاشة للمنافسة بعد غياب، وأفكار كتير جدا موجودة، ونجمات بتتقلد الحقيقة بطولات وبتقدم قضايا. هنعرف أكتر وملامح وهنروح فين وأهم القضايا المطروحة للنقاش، وممكن كمان المرأة تتقاسم الحقيقة البطولة مع الرجل أو الموضوع بيبقى، لأنه أكيد يعني الموضوعات لازم يكون فيها المرأة تبقى مشاركة فيها. للنقاش معايا ضيفتي الناقدة دعاء حلمي، الناقدة الفنية اللي منوراني في التاسعة. مساء الخير يا دعاء. مساء الفل، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين. نبدأ الماراثون ونبدأ نتكلم برضو كده ايه مبكرا احنا على شاشة رمضان، لكن انا الحقيقة يعني الدعوة اليوم يعني هي دعوة بريئة جدا، ولكن جواها ايضا عايزين نطمن على الدراما والدراما النسائية. انت شايفاها ازاي السنة دي في 2024؟ خصوصا انا شايفة بطلات كتير موجودين هم بيتصدروا البطولة او متحملين مسؤولية المسلسل. هو ده الوضع الصحيح في فكرة ان انت شاشة التلفزيون غالبا بتبقى ست البيت هي اللي قاعدة بتتفرج. كنا دايما بنقول يا جماعة بصوا على الجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف، لان الاعلانات لما بتتحط بيتحط لمين بقى؟ ازازة الزيت، مسحوق الغسيل، الحاجات دي مين اللي بيستخدمها؟ فست البيت هي الزبون بتاعي، او نقدر نقول هو ده الكلاينت اللي انا محتاج ان انا اقدم له الرسالة بتاعتي عشان توصل لمستحقيها. فبالتالي السنة دي حاصل الموضوع ده بعكس السينما. السينما لان ما بتبقاش هي الجمهور المستهدف، بيبقى الشباب والتينيجرز واللي رايح يتفسح في العيد. فبالتالي لا، انا هنا شاشه التلفزيون وبالذات الشاشات التقليديه مش المنصات، زبونها المعتاد هو الست المصريه. فيا رب السنه دي نحوز على الست المصريه، يعني الاسره بالظبط، يعني هتلاقيها هي والاولاد، يعني دول اكتر ناس بيبقوا موجودين في البيت. يعني الريموت معاها، هي ماما بتتفرجي على ايه؟ لا ده عاجبني قوي، لا بشوف ده. الريموت معاها مش دايما والله، عايزين يا ترى الريموت مع الست دي برضو مش بالضروره بالظبط كده، عشان دي ممكن تعمل بالست ده. انت عايزه موضوع لوحده. يعني ريموت التلفزيون مع مين؟ مع الراجل او الست؟ لا دي عايزه موضوع لوحده. ده حقيقي، ده طيب. على حسب فرد السيطره بيروح لفين بالظبط، غالبا يعني الست. طيب خلينا احنا بالبراءه بتاعتنا، خلينا في الدراما.